بكم في هذه الحلقة من يسقط حكم الفاسد، والتي سنستعرض خلالها مع وحدة مراقبة الانتخابات وتقصي الفساد كيف أصبح الأمن الصحي للبنانيين مكشوفا بكل ما يعني لكلمة مكشوفا من معنى. راح نشوف كيف أنه الموازنة أو موازنة هذه الحكومة العتيدة يعني بقعر اهتماماتها المواطن. وأيضا سنستعرض مع الزميلة ليال وموسى كيف أنه مياه الصرف الصحي بالبترون ويعاد مفلوتة أو فلتانة أو مفلتة لري المزروعات بظل غياب شبه كامل لمحطات التكرير، وراح نجرب نفهم ليش هذا الشيء موجود. بس هلا قبل ما بلش مع زميلي هادي الأمين مع موضوع انكشاف الأمن الصحي للبنانيين واستعراض موازنة الحكومة العتيدة وتفنيدها، ورح يكون أيضا معنا في مداخلات لرئيس ضمان الصحي وأيضا لمدير عام تعاونية الموظفين وأيضا مدير عام وزارة الصحة. قبل كل هول خليني اسمحوا لي استوقف مع الحدث الجلل الذي تمثل اليوم في القرار المهزلة الصادر عن مجلس شورى الدولة، والذي قضى بإعادة السيدة ندى عوجان لرئاسة المركز التربوي للبحوث، واللي يعني هلأ أنا صابي صوتي مبحوح مقرب، فما كتير رح أخد يعني راحتي بشو بحكي وشو ما بقول وشو بقول. بس خليني أكتفي بالقول من أنني أريد أن أتمنى حظا سعيدا لكل من الرئيس يوسف ناصر رئيس الغرفة، المستشار رانيا أبو زين، والمستشار ميشيل مزهر منصور. أنا أتمنى لكم حظا سعيدا، وخصوص المستشار رانيا أبو زين والرئيس يوسف ناصر، يلي بقرار آخر يتعلق بالسيدة لور سليمان اعتبرته بأنه المكلف منه لا صاحب صفة ولا صاحب صلاح مصلحة لأنه يقدر يتقدم بطعن، ولكن بقدرة قادر نجحتم في تحويل الصعب إلى سهل، أوكي؟ وهذا سيكون له تداعيات، صدقوني ما عم بمزح عندما أقول سيكون له تداعيات. أصلا كل هذا الشيء اللي اسمه مجلس شورى، هذا قرار العار بالمناسبة، كل هذا الشيء اللي اسمه مجلس شورى الدولة يلي هو عمليا مفروض يكون جهاز رقابة ويلي تحول إلى مستشارين للوزراء بيشتغلوا مثل الخاتم بأصابع الوزراء ومدراء العامين بقلب الإدارات تبع الدولة، لما بينتدب وبيضلوا شي 5-6 سنين هنيك، هذا الشيء لما بيصير هيك نتيجته وتداعياته بتكون. مشان هيك على كل حال، بما أنه مفروض الأمل منه نحكي مع هذه الدولة بعد هذا فكرة، بس العالم يفهمه السيدة ندى عوجان هاي مقدم فيها الوزير السابق للتفتيش المركزي، يعني هالقد الملف هالقد، بس التفتيش المركزي هلأ مشغول بأنه يعبي داتا، يعمل داتا أنتري ويشوف الوزير كم قرار مسبق عمل كان قبل بوقته، وقال إنه إذا هو وزير بالتكليف وزير بالشو هاد شو بيقولوا، يعني لما بتستقيل الوزارة تصريف أعمال ما بحق له يلغي تكليف على أساس هاي استثمار مرفأ بيروت، كيف كلفوا للسيد باسم الأيسي كان في حكومة ما هيك. يا ويلي، أنا عم بقولكم أتمنى لكم حظا سعيدا، بس للسيد عباس الحلبي اللي هو وزير التربية سيكون من العار، يعني بعد قصة اللابتوبات كمان بدك تيجي تهلأ تفرجينا كيف أنه هنالك من يستطيع أن يحول الصعب إلى سهل هيك بهالقد بساطة، ولا كأنه في قيمة للقضاء وللمعايير القانونية، وأنه عادي الموظف المكلف معين قانونا خلاص بتلبتكم بتشقلبوا على لور سليمان سيف وشتا تحت سقف واحد، لور سليمان بتقولوا له أنت مكلف ما بحق لك، بس ندى عوجان بنت أخته مش عارف شو بتقربوا ليصبوا صعب غير اعتبارات. هذا كله بده الوزير الحالي انه هو يرجع يعيد تكليفه او يقبل انه هي تتكلف، ما في مشكله
نحن مثل ما دايما بنقول نحن بنحب انكم تاخذوا الخيارات يلي بتعملنا اكشن. احنا كمان ما بصير يعني نشتغل نحس الامور ما نشتغل. المهم بامبر صوتك وبعده هادي الامين. بس قبل ما سلمك هو لأنه فاتتني هالفكرة، عيب وعار على الجهات المانحة إذا بتفرجيكن قرش بظل هكذا رئاسة لمركز التربية للبحوث مع كل مآثره السابقة. عيب عليها على الجهات المانحة، خصوصا المصرياتكن السابقين ما معروفين وين راحوا، وهذا سيكون موضع متابعة بالمناسبة. قرش إذا بفرجوكن. تفضل سيد هادي، خلينا نستعرض سويا هلا بعد ما خلصنا من هالمصيبه الاولانيه القرار العار هذا. خلينا نستعرض سويا هذه الحكومه التي تعهد اقطابها بانه لن تفرض ضرائب على الفقراء، وانه اذا فرضت ضرائب على الفقراء الويل والثبور وعظائم الامور. صوتي مبحوح ما قدران كثير اخذ مجدي. هو اذا صوتك مبحوح هيك بس قول اللي انه الويل والثبور وعظائم الامور. شو عملوا بموازنه مشان الأمن الصحي للبنانيين؟ مساء الخير رياض، مساء الخير للمشاهدين. يعني لقد بلغ السيل والزبا بموضوع الصحي، يعني بعد الدولة عم تشتغل على 1005، وضع العالم ما بده كتير ينحكى فيه، مستشفيات فريش دولار، كلفة الطبابة كتير عالية، اللي عم يفوت بده رواتبه على سنوات ليغطي حالة استشفائية، الأدوية سعر ارتفع، رفع الدعم بدون اي حركه، يعني وهذا اللي مرقوه على الناس. مره اول شيء رفعوا الدعم عن الدواء ليجربوا يعملوا تستات قبل ما يرفعوا المحروقات على الاخر كانوا وقتها. وكفوا بالحكومه الحاليه بموازنه العام 2022، للظاهر انه هن عم يعملوا موازنه مثل رفع عطب، وكانه الحكومه عملت موازنة ورفعت عمش النواب. ولا ما نشوف كمان بمجلس النواب هيك موازنة كيف بدها تقطع بدون الحد الأدنى للتغطية الصحية، إن كان بوزارة الصحة، الضمان الاجتماعي، تعاونية الموظفين الدولي، صناديق تبع الجميع، يعني الأطباء، الأساتذة، الموظفين بكل القطاعات. الوضع كارثي بهذا المجال. خلينا نشوف بالأول رياض بموازنة الحكومة بأول فيديو لو سمحتوا. اعتمادات الموازنة بشكل عام اللي حنشوفها حاليا اللي هي 47 ألف مليار وكسور، من بيناتهم اعتمادات وزارة الصحة العامة اللي هي 2000 مليار و 909 مليون ليرة. هيدي الموازنة صحيا حاطين 6.1% نسبة على التغطية الصحية، وفي نفقات إذا بدك فينا نقول بلا طعمة أو منقدر تقدر تستغني عنا اللي هلا حنضطر. عم نحكي وزارة الصحة ولا بغير؟ لا عم نقول هون حطوا لوزارة الصحة. أوكي. وفي عنا موازنة للضمان الاجتماعي، حقوقه ومستحقاته اللي اندفعت قديش تغطى منها، وفي تعاونية الموظفين الدولي ولا التغطيات الموجودة. التغطيات خلينا نشرح للمشاهدين لأنه كيف الآلية للي ما بيعرفوا. أنت إذا كنت مضمون بغطيك الضمان، إذا كنت مش مضمون وعندك واسطة بجربوا يمشوا لك وضعك وزارة الصحة. وفي تعاونية الموظفين كمان، تعاونية والصناديق التعاضد تبع جميع القضاة وغيره وكذا وكذا. هلا الأزمة الموجودة إنه أنت إذا كنت مضمون لحديت هلا على 1005
دواء واستشفاء. اذا مش مضمون على فكره احسن. قبل كان احسن، قبل لانه المش مضمون كان على المحسوبيات انه بتظبطه بتغطي له، بس هلا المش مضمون على 1005 وزاره الصحه. هلا بال لا هلا عم بياخذوا على 3900 وزاره الصحه. ما بعرف اذا طبقوا الموازنه او قدروا يغطوا من احتياطي الموازنه. انا اللي حسب ما يعني من خلال متابعتي مع بعض الحالات مع بعض الناس لعمليات عملوها نفسهم النزات اللي عملوها مع الضمان على 1005 بوزاره الصحه، في ناس عم بيتغطوا لهم على 3900 او الفوتره بتكون اعلى لانه في وزاره صحه الضمان بدقق اكثر مع المستشفى، فهونيك بفوتروا اشياء اكثر فعم تكون الفواتير. بس عمليا انت يعني هلا مضمون او مش مضمون تقريبا مثل قلتها. هلأ بعد ما كان الشعار معك قرش بتسوى قرش، هلأ معك دولار بتسوى دولار، ما معك دولار ما فيك تدفع لشركات التأمين، يعني بتموت عباب المستشفى أو بدك تروح تركض عن شي واحد مرشح على الانتخابات أو شي حزب مرشح على الانتخابات وتقول له سكر فاتورتي وعم نشوف هالأحداث. تركين الناس للجمعيات، تركين الناس للجمعيات وللأحزاب وللمرشحين وللنافذين بالبلد اللي بيقدر يمون على مستشفى أو يخصم أو يغطي عن الناس. كان على الدولة على الحكومة بهيدي الموازنة تنصف الناس أقله بالأولوية عند كل اعتبارات كل الناس صحياً، انه اول شيء كيف صحتك، هي اذا صحتنا بالموازنه مش منيحه موازنه بلا طعم يفترض. خصوصا انه حنشوف انه ما هي حقوق وواجبات، لما بدك تحط ضرائب على دولار ال 20000 ما فيك تترك الصحه على 1005 او ضرب اثنين بس او ضرب اثنين بس او ضرب ثلاثه بس. وفي شق انه المستشفيات رياض ما حدا قادر يضبطها، يعني كمان الكلفه الاستشفائيه عم تكون فريش دولار، علما انه مش مزبوط هيك، يعني الاسعار اللي عم تطلع من المستشفيات وزاره الصحه غايبه عن هيدي الرقابه. دور الرقابه الاجارات بعد على 1005، معاشات الموظفين شو عم يدفعون بالدولار، كلفه التشغيليه بقلب المستشفيات، حتى الاكل الطعام ثلاث ارباع الامور منا فريش دولار باحتساب الكلفة، علما انه عم يفوتروا مثل ما هلا مثل المدارس كله عم يفوتر على الفريش دولار وكانه مرحله كسب هلا. خلينا نشوف، شفنا بالاول موازنه وزاره الصحه، خلينا نشوف كيف مفصلين وزاره الصحه موازنه، يعني هاي الموازنه تبع وزاره الصحه المخصصين لوزاره الصحه كيف موزعين. خلونا نشوف ال في او اللي بعده لو سمحتوا الجرافيكس. هذا مش هذا الحاله الانسانيه. يلا خلينا نسمع الحاله، خلينا نرجع نعيد الفيديو من اول، نستعرض اول حاله عندنا اياها لشخص واجه مشكله على مستوى التغطيه الصحيه من وزاره الصحه، وبنرجع بنستعرض كيف مفصله تفصيلا يعني موازنه. هذا الشاب عنده ابنه مريض وما عنده جهه ضامنه، خلينا نسمع معاناته مع المرض وعلاج ابنه 100%. اسمي هيثم جبخنجي من طرابلس. اليوم هذا الطفل من بعد ما اجى بعد شهرين ثلاثه بين عنده عوارض منه مثله مثل اي طفل عنده، بعد ما اخذنا عن كذا طبيب وهذا بين اطباء بعد الفحوصات وبعد الادقه تاعت الاطباء انه طلع معه شلل دماغي وكهرباء وتوحد وربو على صدره. فاليوم انا كنت احكم ابني على حسابي، وانا ما عندي لا ضمان وما عندي حدا انه يساعدني ويوقف جنبي. بس اليوم الوضع الحياة اللي رحنا عايشين فيها بتخنق، يعني هلا ابني عنده فحص 2600 دولار، هيدا الفحص انا بالجامعة الامريكية كرمال فحص الجينات يعرفوا الجينات تعيد الطفل من وين متكونة لحتى نمشي على العلاج اللي هي فيها. طيب انا من وين بدي اقدر امن هدول ال 2600 دولار؟ يعني هذا الصبي اليوم معه ربو، ابني اليوم بياخذ مكنه اكسجين ليكي موجوده، هذا الصبي اليوم بلا كهرباء، اذا ما اخذ مكنه الاكسجين ممكن ابني يموت. بس انه والله بالانتخابات بيشوفونا بيجوا لعنا بيعملوا لنا زياره، ما بدي يعملوا لي زياره، انا بدي يجي يشوفوا ابني، بدي يجي يشوفوا ابني كيف عم بينام، ابنهم كيف عم بينام، بدي يجي يشوفوا ابنهم كيف عم بياكل، ابني كيف عم بياكل، بدهم يجي يشوفوا حرقة قلبي كيف بنام فيها وهن كيف بيناموا، انا هذا اللي بدي اياهم يشوفوا، بدي اياهم يشوفوا يطلعوا على مستشفى الرحمه يشوفوا الرحمه بقلبهم، اذا عندهم رحمه يشوفوا رحمه على الاطفال، لان ضليتني يومين ضغطي ستة ضغطي بس بحالة السبب الحالة اللي أنا كنت شوفها بالأطفال اللي عم شوف اللي طلعت شفتها فوق، طلعت ابني كرمال سجله بالمدرسة فوق شفت الأطفال، ضليتني يومين الضغط
بتاعي ست منار الشوفات، بدي بس شوف انا قديها بحول ان والله انا قدام العالم وانا وانا وانا. لا تعوا شوفوا هذا الوجع اللي رحنا عم نوقع فيه، اللي عنده هيك حول حولته صعبه جدا. هذه طبعا هون لازم نركز بالبديهيات، بعرف واحد المفروض يكون عم يعني ينوه بهذا الشيء، بس انه الطبابه حق، يعني هذا مش يعني شيء بحدا بمنن حدا فيه، الطبابه والتعليم حق، حق ببلد بيحترم حاله مش بيحترم حاله، اقل من بيحترم حاله، طبابه حق. فما في يعني ما بعتقد قد ما كانت يعني يعني اكثر الانظمه بطشا وتوحشا ما ممكن توصل فيها الـ يعني الـ الوقاحة من انه تعلي الضرائب هالقد بنسب، انه تعال نحسب صرف ساعة صرف الدولار على 20,000، بصرف النظر ما حتقولوا مش كل الضرائب ما بيعني لي، وبالمقابل التقديمات تكون هالقد. طبعا انتوا هذا مش عنا غشمنة عم تعملوه، هذا شيء مدروس، انتوا عم تتركوا العالم كرمال تكون سير لقمة سائغة لكم للارتهان الكامل لكم. لواحد يصير ما يقدر يفوت، مش بس ما يقدر يفوت على المستشفى، ما بيقدر ما بيقدر، وهذا الموضوع كل الناس نهائيا كل الناس معرضه في هذا الموضوع. مكسور يعني عليك قسط مدرسه، روح عند فلان الفلاني هو بيسكرك اياها. مكسور على مش قادر تتحكم بيك او هذا، روح عند فلان الفلاني بمشي لك اياها. احسنتم احسنتم، ما في مشكله. خلينا نسمع الخبير المالي الدكتور أمين صالح كيف بيشرح الفرق بين الموازنة السابقة والموازنة الحالية بموضوع تغطية وزارة الصحة. تمام. بالنسبة للشأن الصحي، الموازنة العامة الاعتمادات المخصصة لها بالليرة اللبنانية زادت، أما بالقيمة الفعلية الحقيقية فهي تراجعت، تراجعت إلى أكثر من يعني بنسبة حوالي 70%. اعتمادات وزارة الصحة المخصصة بهذه الموازنة هي 2910 مليار ليرة لبنانية، يعني بتشكل 6% من إجمالي الموازنة اللي مقدارها هلأ 47,000 مليار، بينما وهن بشكله هلأ 138 مليون دولار، بينما بالموازنات السابقة مثلا سنة 2020 كانت 692 مليار، كانت بتشكل حوالي 462 مليون دولار. فأنت بتلاقي الفرق بين ال 138 و 462، يعني التغطية الصحية للمواطنين اللبنانيين تراجعت بقيمتها الحقيقية. ضربوا تغطية وزارة الصحة، الاعتماد المخصص لوزارة الصحة كان 600 مليون، بما يوازي 400 مليون دولار، 600 مليار بما يوازي 400 مليون دولار، عملوها 2910 مليار، ضرب أربعة فينا نحسبها، أربعة وشوي، ولكن التغطية الصحية بالمستشفيات هي على الفرش دولار، المبلغ حتى لو عليته باللبناني إذا كان 300-400 مليون دولار صار 60-70 مليون دولار، فقديش بدهم يقدروا يغطوا فيه؟ هون عم نحكي عن وزارة الصحة اللي بتغطي فيهم للناس اللي ما عندهم جهات ضامنة، وبظل غياب الرقابة الفعلية على الأسعار اللي عم تحطها المستشفيات. خلونا نشوف كيف توزعت موازنة وزارة الصحة 2910 مليار، يعني الموازنة المقصودة لوزارة الصحة كيف تقسمت على الوزارة بالجرافيكس أربعة لو سمحتوا، الفيديو أربعة. إجمالي الموازنة 27,000 مليار، وزارة الصحة 2910، في نفقات استشفائية بالقطاعين العام والخاص 2,152 مليار ليرة، في مساهمات إلى هيئات لا تتخطى الربح ومساعدات خارجية 1,425 مليار، شراء أدوية ولقاحات 15.5 مليار، برامج الرعاية الصحية 16.5 مليار، مواد استهلاكية 616 مليار، خدمات استهلاكية 8 مليار، رواتب وأجور ومخصصات 40 مليار، ومنافع اجتماعية 19.2، وعطاءات لجهات خاصة 0.625 مليار ليرة. هول توزعت هيك موازنة وزارة الصحة. شو دلالاته هذا الشيء؟ دلالاته رياض انه هيدا المبلغ اللي انحط اللي انرصد، بقيت يعني الرواتب والاجور هو ما تعدلت بشكل كبير،
بينما النفقات الثانيه اللي يفترض يغطوا فيها يعني هذا المبلغ ال 2152 مليار واللي هو ألف فعليا هيدا يستعمل اذا بدك كان قبل على 1005 للزبائنيه السياسيه يعني اللي عنده واسطه بالوزاره بيقدر يفوت بغطوا واللي ما عنده ما بيغطوا وكان فيها الاستثناءات المتاحه للوزير علوا المبلغ هون علوا المبلغ للخدمات يعني علما انه هي خفت عليهم ولكن كان فيهم يروحوا على خيارات احسن بكثير انه يوزعوا التغطية الصحية على كامل الجهات يعني هلا عم نشوف نحن بوزارة الصحة هون 2000 مليار نشوف بالضمان الاجتماعي وبتعاونية الموظفين كيف تعاملوا مع الموضوع خلونا نشوف الحالة اللي بعد رياض كمان حالة صحية استشفائية كمان معاناة واحد من المعاناة اللي عم تعانيها الناس بالمستشفيات 100% اسمي ايهم عجمي من طرابلس في عنا ستي مريضة كانسير دم بالبيت للأسف هي صار لها شي 7 سنين مريضة من 2015 هي مواليد 1940 كانت تتعالج عن طريق الوزارة نأمن الأدوية عن طريق الوزارة لأنه هي منها مضمونة كنا نطلع كل شهر على شو اسمه مستشفى الهيكلية لتاخد العلاج بعدين تغير نمط الدواء غيروا لنا الدواء وصار بدها 3 علب بالشهر اسمه كيبروليس واسبوع الرابع تاع الشهر هو الرياحة من وقت أزمة الكورونا لهلا بقى نطلع على المستشفى صار الحكيم يجي لعنا كرمال البي سي آر وإنه كل دخلي بدها بي سي آر وكرمال التكاليف صار الحكيم يجي لعنا هو الممرض من شهر لهلا نقطعوا الأدوية ونحن متأملين كنا أسبوع بعد أسبوع وبيروح خالي على بيروت كرمال يأمن الدواء ما عم يلاقيه هلأ قررنا نشتري الدواء من أسبوع لهلأ عم ندور على الدواء أول شيء طلبوا منا $650 رجعوا اللي حدا هون بيأمنوا بالخمسمية بعدين 450 يعني قصة تجارة ما بتعرف في شيء كل واحد بده يأمنه على سعره وحتى تواصلنا على تركيا تركيا بدون $450 يعني مثل سعر هون هذا اللي نحن استغربناه رحنا عند شو اسمه جمعيات قالوا لنا أدوية السرطان مقطوعة فما قدرنا هلا نحن اللي خبرنا فيه انه بعض السياسيين والزعماء عم يأمنوا لاتباعهم يا بيعطوهم مصاري يا بيعطوهم الدواء عم يأمنوا من برا بس نحن للاسف ما تابعين لحي الله جهه سياسيه في حدا من رفقاتي قال لي انه روح عند المئاتي تحريت عن الموضوع انه ما بيقدم الا لاتباعه يعني اللي بالحزب التيار العزم ورجعت كمان عرفت انه كبار عم يقدم بس مبالغ ماليه يعني هنا هي بتحتاج العلبه قلت لكم حقت $350 يعني بالشهر هي بدها 3 علب يعني حوالي $1000 ما حيقدم هالمبلغ هذا كرمال مريضه وكل شهر بدها لها علاج زياده عن هيك بالموازنه هلا الجديده ما حطوا يعني ما حطوا اسم الموازنه للتغطيه الصحيه خصوصا في عنا كبار السن في نسبه كبار يعني عم يقولوا لهم كانه موتوا بالمشربح يعني يقولوا موتوا معي على الهواء السيد فادي سنان مدير عام وزارة الصحة سيد فادي بالمشبرح عم بقولونا موتوا يعطيك العافية مساء الخير لك وللمشاهدين وبداية بحب أعلق شوي على المقدمة اللي بلشتوا فيها يعني أول شيء وزارة الصحة ولا يوم غاب دور الرقابة رغم أنت عم بتشوف قدام وزارة وزارة الصحة كتير قليلة وزارة الصحة بتغطي أكثر من 50% من الشعب اللبناني اليوم بظل الأزمة اللي نحن عم نعيش فيها النسبة زادت نحن اليوم عم نلامس نحن الموازنة تبعيتنا منغطي بحدود 60% من الشعب اللبناني اليوم أنا بحب أقول لك شغلة ومن خلالكم المقدمة اللي أنتوا عم تقولوا فيها رغم يمكن الناس مرات بتخاف من الطريقة اللي بتتعاطوا فيها
أنا معكم بقصة الأمن الصحي، الدولة كلها اليوم متجهة على الأمن الغذائي، بس أنا برأيي الأمن الصحي هو أهم بكثير من الأمن الغذائي. مثل ما أنت عم بتشوف ما حدا يعني قليل اللي بيموتوا من قلة الأكل، بس كتار اللي بيموتوا من المرض ومن المستشفى ومن الدواء. هون يمكن نحن كنا بنتمنى من الدولة بشكل عام كلها إنه وقت نحن عم نحط موازنات لوزارة الصحة أو للقطاع الصحي بشكل عام ما يكون في مناقشة فيها، لأنه بشكل عام نحن قد ما فينا عم نقوم بتعزيز الرقابة رغم الإمكانيات الضئيلة اللي عنا بوزارة الصحة. وأنا بأكد لك إنه وأنتم بتعرفوا أكيد إنه ولا يوم نحن الرقابة تبعيتنا كانت قليلة، لا بالدواء ولا بالاستشفاء ولا بالرعاية الصحية الأولية اللي نحن عم نقوم فيها بشكل كتير جيد بلبنان، وهون يمكن سيد ما حدا بيشير لها. سيد فادي لو سمحت لي بس معلش، يعني حضرتك راضي؟ رح أوصل لك. راضي عن التغطية بالمستشفيات أو بالكارنتينة بموضوع الدواء تبع مرضى السرطان؟ يعني رقابي بهيدا المطرح نحن عم نحكي بتلزم المستشفيات، المستشفيات عم تتمطع بالعالم ومنعطيك أسماء. لا 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 أكيد مع أنا معك 100%. خلينا نفصل الدواء عن المستشفى. خليني أحكي أول شيء بالمستشفيات، نحن بنقاش وصراع إذا بدك مع نقابة المستشفيات، هي عم تطلب زيادة التعريفات بين 9 و11 مرة، نحن كوزارة صحة لست شهور قدرنا نزيدهم 3.5 مرات، ومثل ما بتعرف الجيش زادهم 5 مرات، وهول المحلين اللي قدرنا فيهم عملنا خرق كجهات ضامنة بوقت انه نحن وبصراع دائم مع نقابة المستشفيات. في مستشفيات كتير ملتزمة وخاصة المستشفيات الحكومية، وفي مستشفيات خاصة ببيروت وجبل لبنان انا برأيي في مكان ما عم تستغل المواطن. انا رأيي اليوم في أزمة كتير كبيرة بموضوع الاستشفاء، المواطن عم بيكون هو عم بيدبر حاله من إمكانياته الخاصة بشكل أو بآخر، خاصة باستثناء يعني كتير قليل وزارة الصحة والجيش لأني عم بيأمنوا أكثر من غيرهم لأنه قدروا أمنوا التمويل من مكان ما. وهون أنا بدعي أكيد أنا معكم الدولة لازم يكون الدعم الأساسي لموضوع الاستشفاء، لأنه هذا الأمن الصحي واخطر بكثير من الامن الغذائي بلبنان بكل العالم. هون اسمح لي سيد فادي بس اسمح لي بس 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 ما هون بالمقابل ممكن حدا يطلع ويقول لك من انه انا على اي اساس بدي اجي زيد لموازنه وزاره الصحه بظل كل ما كان يعني يقال سابقا، خصوصا لجهة انه كان في ينفتح يعني اعتمادات بطريقه غير مفهومه لمستشفيات، نشوف ارقام كثير كبير وسمعنا عن كثير فضائح عن عمليات وهميه كانت عم بتم قيدها سواء بالضمان او بوزاره الصحه. ليك صحيح صحيح، ليك بدي اقول لك شغله، انت عم تقول يسقط حكم، يعني انت عم تحارب الفساد على طول عم تحاربه بالإدارات وبمحل، ويعطيكم ألف عافية على الدول عم تقوموا فيه، بس في فساد كبير بالقطاع الخاص وعند الشعب. ما فيك تفصلهم، ما عم بفصلهم. يعني أنا بدي أقول لك شغلة، أنا ما عم بفصلهم، أنا كل اللي عم بقول لك إيه ممكن الحجة المقابلة تكون إنه أنا كيف بدي أصرف بهلأ بوقت التقشف اعتمادات إضافية بالوقت اللي ما نعمل آليات للتأكد من إنه الزبائنية السياسية وأكثر من هيك الفساد المتجذر ما يكون على القليل تعالج. انا بس رح اقول لك شغله، انت عندك حالتين مرقوا معك هلا، قالوا لك انه قبل كانوا عم يتعالجوا على حساب الوزاره وعم يتامن الدواء على حساب الوزاره. يعني انا اليوم اللي بحب اقوله قبل رغم كل شيء وانا معك اكيد كان في فساد واليوم في فساد وحيضل في فساد، ونحن شغلتنا نحن وانت وغيرنا نحارب الفساد، بس اللي بدي اقول لك اياه انه اليوم ما بيجوز انا بموضوع الاستشفاء انه في صراع نحن والمستشفيات، هن طالبين 11 مره زياده، نحن اليوم قدرنا زدنا موازنه الاستشفاء من 445 يعني من 445 مليار ل 2225 مليار بشكل عام كل موازنه الاستشفاء. هون يمكن بعد كافي كافي هيدي الموازنه سيد فادي، كافي هذا المبلغ؟ نحن اليوم اكيد منا كافيه، بس هذا اللي قدرنا حصلنا عليه
بمجلس يعني قصدي اذا هول بغطوا نسبه معينه شو بنقول لباقي المواطنين اللي هن 60% قلت على حساب وزاره الصحه لما عم تطلع حكومه ووزاره تقول نحن قدرنا نامن اللي هن صاروا الربع اللي كانوا تغطيه فانت كيف شو بدك تقول للناس يعني انه بنغطي قد ما فينا وبعدين يدبروا حالهم نحن ليك نحن مثلنا مثل كتار مستشفيات في كتير حالات بطلت عم تغطي على حساب الوزاره يعني صار في كتير مستشفيات ما بتقبل ولادة طبيعية على حساب الوزارة وإنه بشكل عام اليوم المواطن صار هو لحاله هو يدبر حاله يا سيد فادي كأنه عم تشكي معنا أنت هل يحق للمستشفى تبطل ترفض تاخد ولادة لازم كيف لازم تلزموها لا. ونحن شغلتنا اليوم بمعركة اليوم معركتنا مع المستشفيات كمان رغم كل شيء أنا ما فيني بمحل من المحلات يعني الأزمة بمستشفياتنا نحن رح نحكي عنه المستشفيات الحكومية نحن عنا كتير أزمة كبيرة إنه اليوم مثل ما أنت حطيت اليوم طن المازوت اللي بيستعملوه يومية بده أقل مستشفى عنا طن مازوت باليوم $1,200 أنا كيف عم بفرض عليه وقد ما فيني عم بتشدد عليه بس آخر شيء هو عم بيجي اللي أنا اليوم كان طن المازيوت هالقد صار $1,200 مفهوم. كان لتر الأكسجين هالقد صار هالقد يعني مفهومي هاي بس في إشياء ما زادت بس عموما لأنه أوقات لفر نحن ما عم نقول نحن عم نقول إنه زيادات سعر الدولار يمكن زاد 14 مرة نحن عم نقول قديش طلبتوا أنتوا الموازنة سيد فادي بالأول وعطوكم هالقد قديش طلبتوا قديش عطوكم ليك نحن مينيموم طلبنا بدنا نزيد 8 مرات وصلنا للخمس مرات على الاستشفى طيب هو سؤال حاليا بالاستشفى انتوا عم تغطوا يعني بالمعيار هيك لنحكي باللغه اللي بيفهموها العالم نحن بعد ما اخذنا الموازنه نحن عم نحن عم نغطي صرنا 3 مرات ونص تصير 5 مرات قلت لك كانوا 3 حتصير 5 مرات اوكي نحن يعني اليوم من يعني صراحه اذا واحد الدوله من خلال البنك الدولي قدرنا زدنا موازنة الوزارة بمجال استشفاء مرتين ونص يعني كمان حاطين يعني حاطين منحة او قرض من البنك الدولي اوكي يعني مش من الضرائب كمان اوكي لا لست شهور هي مدتها 6 شهور لكانت اقرت الموازنه لحتى نقدر نقوم بحاجة هي قبل اقرار الموازنه فهمت عليك تمشوا حالكم بس اللي عم تحكيه انت هلا ما اقرت عمليا الواحد افضل ما يكون مضمون صار صراحة مش مضمون وزارة الصحة بعرف على هذا الوضع أفضل من الضمان يعني قصدي أفضل من الضمان هلا إذا أنت مضمون على يعني اليوم وضع الضمان رح أترك سعادة المدير العام يحكي عنه هلا خليني بموضوع الدواء موضوع الدواء سيد فادي العالم عم تعاني بالكارانتينا ما في أدوية وخصوصا أدوية السرطان معاناة لا شاب في معاناة كتير كبيرة بموضوع الدواء في آلية نحن عملناها لدعم الدواء وهون أنا كمان برجع بأكد إنه الموضوع الدواء نرجع شوي ما تقلي رح أشكي أنا وياك عن الدولة كان فيها لا تفضل احتياطي بمصرف لبنان نحن كل فاتورة الدواء بلبنان كانت $1,300,000 لـ $1,600,000 اليوم بدي أقول لك شغلة اليوم انصرف 20 أو أكثر من $20 مليار أنا بقدر يمكن كان فينا نضل بدعم معظم الأدوية الموجودة بلبنان اليوم نحن موازنتنا كوزارة مش موازنة لبنان بالدعم للمتاح من مصرف لبنان $25 مليون للدواء و$10 ملايين للمستلزمات الطبية هون أنا بدي أقول لك هون في أولويات نحن عم نقدر نغطي والآلية يمكن عم تكون عم تاخد وقت بحدود شهر للمستوردين الأدوية صار في موضوع بيننا وبينهم إنه $25 مليون ما عم هلا كل الدولة مش بس لوزارة الصحة وهون أنا بقول لك إيه عم بيكون في نقص حقيقي بموضوع الدواء وأنا بدعي هون الناس بدعي الدولة بدعي الحكومة بدعي مجلس النواب لزيادة يعني اعطاء الدواء اولويه بلبنان ما بيجوز يكون في يمكن انه اذا بدك تقشف بموضوع الادويه خاصه ادويه السرطانيه صحيح وادويه صحيح الامراض المزمنه بس المشكله كمان انه المشكله بانه دواء السرطان المدعوم لا مش من زمان كنا عم نشوفه على الرفوف بالعراق وبتركيا للاسف وبتذكر حتى نحن مش من اشهر اثرنا هذا الموضوع حطينا دلائل على هذا الموضوع يعني ما هي مشكله
بدي اقول لك نقطه، نحن كمان بوزاره الصحه عملنا بروجرام جديد ببلش تطبيقه كثير قريب، وبادويه الامراض السرطانيه خصوصا عملنا بروجرام اسمه ميدي تراك، بنقوم بتتبع كل ادويه الامراض السرطانيه من وقت بتجي على لبنان لحد المريض اللي بده ياخذها. هون عم اقول لك نحن عم نسابق الوقت بالشغل بموضوع متابعة الأدوية، خاصة الأدوية المدعومة، ليكون في ميدي تراك لكل الأدوية اللي عم تكون مدعومة ولكل الأدوية بلبنان كيف بتجي وين بتروح لتوصل للمواطن. طيب، يعني تتبع لها وضحت. طيب سيد فادي، قبل ما يعني بس بدي اقول لك بموضوع الدواء كمان، إيه؟ يعني نحن مثل ما بتشوف انه موازنتنا بالدواء زادت اربع مرات، كانت 158 مليار صارت 610 مليار. نحن كمان، وبدي اقول لك شغله يعني هون في موضوع كمان ما حدا بينتبه له، هون ندعي الناس، نحن عندنا اليوم 280 مركز رعايه صحيه اوليه بلبنان عم بيقولوا على الدعم من جهات هون ما حدا عم بيشير لهم. يعني نحن ويمكن امبارح كنت عم ناقش معالي الوزير على طول، الناس بتشوف الجانب اللي عم بيكون مظلم. نحن مراكز الرعايه الصحيه الاوليه هي الملجأ الأخير، اليوم نحن زاد كمية الناس اللي عم تروح عليها يمكن للطبابة ولأخذ الأدوية الأمراض المزمنة بشكل كتير كبير. يعني هون أنه يمكن بموضوع الرعاية الصحية الأولية وبعض الأشياء اللي نحن عم نعملها مثل التلقي بدنا نشير لهم أنه هول كمان زادت كمية، زادت نسبة الإقبال عليهم بشكل كبير. وضحت فكرة سيد فادي، بس بنستغل وجودك معنا قبل يعني ما نختم معك لنسألك. يعني احنا كنا عملنا يعني بتذكر من شي اسبوعين عن موضوع اللقاح وكيف انه يعني صح، خلينا صبية من دون ما تلقح تحصل على شهادة لقاح. انا بدي اسألك سؤال بسيط هلا، ليه هالشهادة بعدها شغالة؟ بعدها شغالة على الابلكيشن يا دكتور. بس رح اقول لك شغله، نحن هول اول شيء عملنا لجنه، اول شيء بالموضوع البي سي ار شقين، موضوع المختبرات وموضوع المنصه. بالمختبرات مثل ما انت بتعرف نحن سكرنا اقسام بي سي ار بالمختبرات المخالفه. مفهوم. بموضوع الشهادات هذا موضوع ما له علاقه ابدا، طلع بالمنصه اللي عندنا، هذا هكر عم يعمل شيء بطريقة كتير محترفة. نحن اليوم شكلنا لجنة مش عنصر بشري، هو بلا بس هو بشري بس انه ممكن يكون من لبنان، في ناس عم يشتغلوا. نحن عملنا لجنة عم يفوت يخرق امباكت، يعني عم تقلنا عم يخرق مش انه من المستشفى لا، في باحد المستشفيات كان في كمان خرق ونحن وقفنا الموظف بالمستشفى ووقفنا خرق بشري تبعه. خرق بشري في بس في خرق الكتروني، يعني في حدا عم يقدر يفوت في محل من مش على المنصه تبعنا عامل شيء من يعني عم ياخذ الكيو ار كود بلبنان وبرات لبنان بسجل عليه اسامي لبنانيه. ليك هذا التطور نحن هلا عم نشتغل عليه، يعني نحن عملنا لجنه وانتم معكم خبر فيها عم نشتغل على هذا الموضوع، واي وقت بتحبوا تفضلوا لعنا وعن يعني اوكي. يعني هاي المنصه اللي هي تحت اشراف التفتيش المركزي قصدك منصه امباكت بالتفتيش المركزي؟ اوكي اذا مخروقه يعني اوكي. طيب لا هي لا 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 يمكن خرقها. انا قلت لك ناس عم تعمل خرق بمحلات عندها منصات ثانيه، يعني عم تجرب تجيب في كيو ار كود بيكون مثلا باسم فادي سنان بمثلا لندن عم بيحط عليه اسم مثلا رياض يا سيد فادي. بس نحن اللي عملناها تاكد لينك وفتحناه. لا لا انت اللينك اللي عندك معك حق، باحد المستشفيات صار في خرق بشري، يعني نوع خرق بشري ونحن وقفناه فورا. ماشي اوكي. طيب بس وقفوا الشهاده سيد فادي، بس يعني نحن لانه الشهاده بعدها شغاله، الصبيه اللي اخذت الشهاده ما انا ملقحها يعني، وهن طبعا في ارقام اشخاص ثانيين يعني ماخذين على نفس الرقم. في هو قال عمل لشي 30 40 واحد ان شاء الله هذا الموضوع بس يكتمل الملف. نحن بنحال على النيابه العامه عظيم، يعني نحن بس تخلص التحقيقات هذا الموضوع
يكون اكيد وقلتوا ان شاء الله بنتابعه نحن وياكم وبيكون صار بالنيابه العامه. بتأملين هيك؟ انا بس بدي قبل ما تختم رياض بدي اتامل لانه بعرف انا كانت وزاره الصحه محرجه او يعني مضغوط عليها بسبب وضع كورونا من المستشفيات ما قادره تعمل مشاكل معهم على يستوعبوا كل الحالات. ازمه كورونا صحيح. خفت والمستشفيات وترسهم بعدها عم تطلع ف حل يعني بدي اقول لك شغله. نحن في مستشفيات وخاصه المستشفيات الحكوميه بازمه كورونا وقفت وقفه شجاعه اخذت بصدرها هذا الوباء وتحملته. انا هون بهني معظم المستشفيات الحكوميه وبعض المستشفيات الخاصه. وفي مستشفيات خاصه بهالازمه جربت تبتز وزاره الصحه. معك حق 100%. على امل على امل يوقف هالابتزاز. يا طيب شكرا لك سيد فادي. يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. بظل هذه التغطيه المشحفه اذا بدك باعتراف يعني وزاره الصحه بعد رايحين على الضمان وعلى تعويض الموظفين. خلونا نشوف اشطف زوم اشطف زوم يعني بعدهم هون احسن وضعه بوزاره الصحه. بس خلونا نشوف بهيدي الموازنه السيد امين صالح شو بيقول. شو في نفقات اذا بدنا نسميها بلا طعمه يعني او يمكن الاستغناء عنها يمكن تكون في مقارنه بصحتنا بصحه اللبنانيين طبعا. هات لنشوف شو اللي اهم من صحتنا. أكثر من ربع الموازنة العامة ممكن أنت تستغني عنه وأنا راح أعطيك إياهم بالأرقام وعلى مسؤوليتي. أول شيء في دعم للمحروقات بالموازنة المشروع كانوا 1800 هلأ خفضوهم ل 670 وعلما أنه تم إلغاء دعم المحروقات فهذا ما له أي تبرير ولا أي ولا تفسير ولا بتقرأ لا بفذلكة الموازنة ولا بغيرها تبرير لإلا. الفوائد فوائد على الدين العام الدولة ألغت أو توقفت عن دفع الفوائد على سندات اليوروبوند. طيب لماذا الدولة ما زالت تدفع هلأ الفوائد على سندات بالعملة اللبنانية؟ ما سندات اليوروبوند هي دين عام وسندات بالخزينة اللبنانية هي دين عام. ومنلاحظ أنه كان مشروع الموازنة 7600 مليار اليوم 4820 مليار. شو الأسس والمعايير اللي اتبعتها؟ هذا بدل على عشوائية وضع الاعتمادات لمقابلة النفقات. هيك يعني هو حقال الأرقام هلا حاطين دعم على المحروقات. الغريب أنه وقف الدعم على المحروقات بس حاطين بالموازنة هامش لسعر صرف الدولار ما بعرف شو نيته 600 مليار ليرة. خلونا نشوف الفيديو رقم 7. لا دعم المحروقات لتسديد قيمة الفرق بين سعر صرف الدولار بحسب منصة صيرفة والسعر المعتمد في جدول ترتيب الأسعار والمحدد ب 8000 ليرة. 625 مليار ليرة هول شو المحدد ب 8000 ليرة في منطقة الدعم المحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي ومقدم الخدمات. وقف الدعم ليش بعدها هيدي ما بعرف يعني بدها تفسير. ليش تركين دعم محروقات 600 مليار ليرة ما واضح يعني انه تركينهم فرق اسعار ما بعرف اذا هلا ناويين انه مصرف لبنان او هن الحكومه بدها تدعم فرق علما انه المبلغ منه كثير كبير يعني لينترك هذا هامش للدعم مجهول الهويه يعني ليحطوا بند وهي مساعدات لغير القطاع العام يعني هي من ضمن المساعدات لغير القطاع العام. اوكي عندنا اللي حكي عنه الدكتور يعني. امين للمحطه لا يعني الموزعين على المحطات اوكي لا دعم المحروقات طبعا. عنا النفقات المالية الفيديو اللي بعده النفقات المالية اللي لها علاقة بدعم الفوائد هني وقفوا دفع اليوروبوند دعم الفوائد على القروض اللي باللبناني حاطين 4000 مليار و 820 مليون ليرة لدعم الفوائد ببلد مفلس مقسمين يعني فوائد على القروض الداخليه على خزينه فوائد على الخزينه حجه انه احنا ما بنقدر نتوقف عن دفع ما توقفوا هنيك ونفس هاي فوائد هنيك بالدولار هون باللبناني هون باللبناني فبالتالي هيك مبلغ ما انت هذا ضرب اثنين موازنه وزاره الصحه هنيك 2910 مليار هون عندك 4000 مليار. عم جرب شوف شو الكاونتر ارجيومنت بلكي بيقولوا انه ما فينا نعتبر حالنا دوله مفلسه ساعتها بصير شو بعرفني ما اذا ما مش مفلسين صحيا في اعتراف يعني ما فلسين. خلونا نشوف حاله مريض على الضمان الاجتماعي لنفوت بملف الضمان ونسمع مدير عام الضمان شو بيقول. Thank you.
اليوم حجي كان بده رسالان وبالونين، قدمنا من 8 عام طلع مبلغ كثير، فقدمنا على الضمان. الضمان للأسف يعني بس غطى 5 مليون تقريبا، يعني المبلغ كان حوالي شو نحن دفعنا حوالي شو 42 مليون، والضمان غطى 5 مليون بس، لأنه الضمان عم بيحاسب المستشفى على $1,005. طيب أنا هلا كموظف أنا اليوم باخذ حد الأدنى 600.5 تقريبا، يا سيدي مليون ومليونين، طيب أنا كيف بدي غطي المستشفى؟ والله أنا فت على المستشفى، عملنا فحص هذا وعملنا ميل، قالوا لنا بدنا مبلغ بالدولار وبدهم باللبناني، فبلشنا نحن قلنا نحن الضمان بغطي، يعني لو قلنا غطى مثلا نص القيمة، للأسف الشديد قدمنا على الضمان وأجت الموافقة كل شيء، بعدني بقول لك إنه أكثر من 5 مليون ما دفعوا للمستشفى. حلال يعني من ابني شوي ومن ابن عمي، ولاد عمي كمان عطوني، وابني ولادي والبي من الاجوي، يعني انا اليوم عمي معلش شيء، انا اليوم اذا مرضت هلا انا عم بحكي ما بقدر اروح عند حكيم، انا لي يومين هلا مريض ما بقدر اروح عند الحكيم، لأن إذا تروح عند الحكيم بده 200,000 بحثية إذا مش أكثر، وإذا أعطاك دواء حتى لو ما أخذ منك مثلا، نحن عم نقول طلع حكيم ابن حلال أخذ منك 100، طيب 100 ما أخي إيه، ولو أعطاك دواء ما بتلاقي دواء. للأسف الشديد أنا بتمنى من الدولة تروح تقعد ببيوتها، لأنه ما في شعب حي، مستشفى حكومة ممنوع يفوتوا إلا يقبضوا تأمين، هذه مستشفى حكومي، وين وزارة الصحة تيجي تحاسب؟ ما في حكي بس، حطوا على حكي بس، لو في نهبة كبيرة عبر كبير بياكلوها. يعني واحد اذا كان مريض وراح بصير بيعطى الهم، يعني جيب الدواء منين بدك تلاقيه، لا يعني اذا كنت مريض شيء بصير معك غير فوق منه ضغط، يعني عرفت كيف علي، وبدك تروح تنزل لحدا تلملمه، هذا الهدف، هذا الهدف ما في شك، يعني مجددا هذا مش عن غشمن عاملينه العام، سلامة قلبه على الضمان الاجتماعي، خلونا نشوف قديش رصدوا بالموازنة للضمان الاجتماعي، للضمان الاجتماعي 1249 مليار، هول بعد جدل كبير كانوا بأول صيغة 900 مليار هن المساهمات السنوية، وفي الديون، في ديون، ما هي ضمان دين الدولة، بعد دين الدولة في الديون الاختيارية طبعا هن المخاتير هول بيغطوهم الضمان. هذا الرقم مشحف جدا، خلينا نسمع مدير عام الضمان شو عم يحكي عن ديون الضمان والمستحق عليهم للدولة. الضمان بيغطي 1,400,000 إنسان، وبالتالي هناك ضرورة لنتابع شو نعمل بالموازنة للضمان الاجتماعي. بالتأكيد مثل ما بتعرفوا كان في معركة كبيرة بموضوع الديون المتوجبة على الدولة اللبنانية، يعني كان في لنا 5,000 مليار نحن لآخر 2021 كان محطوط بالمشروع أول ما قدمه وزير المالية أنه يتقسطوا على 10 سنين
وبفايدة نص سندات الخزينة. فتوافقوا بمجلس الوزراء أنه يلغوها كليا للديون. منشان هيك عملنا معركة نحن ورئيس الاتحاد العمال العام، وبعد عدة مراجعات تم إعادة النظر بهذه المادة. فالنقطة الأولى هي أنه ديون الضمان الاجتماعي بالفيرسيون جديدة بدون يقسطوها بدال 10 سنين حيقسطوها 5 سنين وفقا لطلبنا. هذا شيء حلو، بس بيضل في موضوع الفايدة. الفايدة بدون يعطونا نصف فايدة السندات الخزينة لمدة سنة، في حين أنه نحن بالقوانين السابقة كنا عم نأخذ الفايدة لمدة سنة. وبالتالي هيدا الطرح بينقبل إذا بطلوا يعطوا فايدة بالمرة لكل الناس، لأنه كان في طرح من الدولة تبطل تدفع فوائد باللبناني. بس إذا بدها تعطي كل الناس فايدة 5 و6% والضمان تعطيه 2.5 أو 3% بتكون عم تحرم الضمان من مئات المليارات سنويا عوائد الاستثمار. بيقسطوا يعني ليون على 50 كون دولار 100,000 واللي مات مات واللي عاش هو لك. مثل هلا لما انت بيكون عليك مقدم ادويه للضمان في منه بيكون عن ما عاد لك عاد شو بدك فيهم، انه شو بتعمل فيهم صاروا هلا ديون الضمان. بنشوف الفيديو 12 اللي هي قسموها على 5 سنوات، وهذا اللي اعتبروه انجاز الله يعطيه العافيه الدكتور. الدوله بدها تلغيهم انه في قرار الغوا خلص. ما هو يعني 1,400,000 مضمون بالضمان، عائله مضمونين بالضمان الاجتماعي، انه الغولون الديون كلها للضمان الاجتماعي. دولة تعبانة يا خالق. خلينا نسمع الفيديو اللي بعده شو حكي عن الموازنة. شفناه يفترض انا حكيت عنه بس اني لا لانه ما نشر جرافيكس لو سمحتوا. في جرافيكس اللي هو كيف قسموا له الديون ولمدة 5 سنوات على ان يوسط القسط الاول قبل نهاية شهر ايلول. لفتتني كانوا بدهم يلغوهم كليا، لا يعقل يا رجل. طيب اللي بعده خلونا نسمع الدكتور شو عم يحكي عن موضوع الموازنة بمخص الضمان فيما يتعلق باجمالي الاموال المرصودة. هون كمان في موضوع كتير مهم، يعني كل اللي راصدينه بحدود 990 مليار، بس هيدا كان بحزيران تموز قبل ما تصير هالمستجدات. يعني نحن كنا طالبين بموضوع 25% تقريبا بحدود 549 مليار. هودي الدولة بتساهم سنويا 25% من قيمة التقديمات الصحية. كنا متوقعين نضرب التعريفات باثنين، بس هلأ كلكم بتعرفوا وزارة الصحة التعاونية الجيش كله ضرب بأربعة. وبالتالي هيدا الرقم بدل ما يكون 549 لازم ينضرب باثنين. وبالتالي نحن هلأ بعتنا كتاب بدنا حوالي نضيف هالرقم بدل 549 يصير بحدود 1,097 مليار. إذن 25% منا نضربها بأربعة مش باثنين، لحتى نقدر نزيد تعريفاتنا للناس ثلاث أو أربع مرات لحتى نخفف من وطأة المشكلة على الناس. إذن جديد العصابات الحاكمة في لبنان، وبعدها أنا أجهدوا البطاقة الصحية على مر السنوات الماضية، جديد أنه إذا أنت مضمون يعني مواطن درجة 17 دبر راسك. يعني إذا أنت مضمون وكنت عم تدفع ضرائب كل الوقت عن ضمانك وكذا وهيك، شوف دبر راسك دبر راسك أنت يعني. ولز المضمون ما في روح وزارة صحة لا بواسطة ولا بغير واسطة. حتى بالأشياء الاستثنائية بدك استثناء في شيء ما بيغطوه أول. هون الزبائنية بتصير. ومبدأ أنك تزيد يعني مدخرات الضمان تعلي التعريفة. عم برجع أتذكر حالتي صارت معي قبل، وكان في أدوية تكون مش موجودة بالضمان، مجبور تروح تجيبها من وزارة الصحة. بدي ربحوك 100 جميلة ليعطوك دواء لأولاد أطفال. خلونا نشوف هالحالة ضمان على الجيش المتقاعدين، لنرجع نسمع مدير عام الضمان شو بيقول على المتقاعدين. أنا خالد المصري من عقار العتيقة، مواليد 85. أنا كان عندي بروبلم بظهري سكوليوز، تعالجت عند الدكتور خليل خراط بمستشفى أوتيلجو، وعملنا العملية بال 2018، وهيدي العملية غطاها الجيش قوني أنا ابن عسكري، وهيدي البطاقة كان لها تاريخ معين. عملنا العملية بال 2018، بعد فترة خلص تاريخ البطاقة خلص، ورجع طلع عندي بروبلم تاني صحي، هو
كناية عن فريز بالتستيكول. رحنا على أساس أنه نعالجها بالأدوية وبهالقصص، قال لي الحكيم ما بتعالج إلا بالعملية. فكوني أنا الضمان وقف فلا حول ولا قوة. نحن في عنا بعد عملية بعدين، بس هلأ ما فيني فوت فيها لأنه أول شيء جسمك ما بقى يحملها وفيها خطورة كتير كبيرة. رجعت لعند أو عطاني تقرير بالشي اللي قاله، رجعنا لعند وزارة الدفاع وحكينا مع الضابط ونحن عم نحكي معه، طلب هو دكتور عظم وأرجيت تقرير قال له مزبوط العملية كتير خطرة وكتير صعبة. اطلع فين الضابط المسؤول قال لي خالد أنا بعطيك الضمان على السنة، بجدد لك بطاقتك على السنة، في حال بخلال هالسنة ما عملتها للعملية أنا مضطر أسحب البطاقة منك ولا بقى تفكر ترجع لعنا نهائيا لهلأ ولا إذا تقررت أن عملت العملية في حال متى مرقت السنة. وما عم بستر ما قلي قلب عم بجدد البطاقة لأنه خايف يرجع ينفتح موضوع ظهري ويرجع يقول لي بدت العملية، ولأنه كلفتها كثير عالية في حال تجدد كلفتها فوق $40,000. وعندنا الموازنة اللي عم بيقروا القصص الأساسية ما جابوا سيرتها، الاستشفى، الطبيب، المدارس، المواد الغذائية وهي القصص وين؟ طب ما يعني لا دولة عم تنتبه على شعبها ولا الشعب قادر يعمل شيء. طب على القليل انتم حاولوا تساعدوهم بالموازنه تبعتهم كمان، وهالغلا اللي عم بيصير كل يوم اكثر من يوم. للاسف رياض يعني اذا المضمون صار ما مدري اي درجه كمواطن وتغطيته كيف المتقاعد يعني صار بوضع كارثي، واللي هو على فكره كانوا مراهنين انه بيقبضوا معاش تقاعدهم مثلا نقول 3 مليون كان عامل حسابه انه 2000 دولار خلص امن حاله، صارت 3 مليون و150 دولار هلا. يعني خلينا نسمع الفيديو اللي بعده. السيد محمد كركي شو بيقول عن المتقاعدين؟ أبعد من هذا الموضوع كمان في موضوع كتير خطير للأسف الدولة اللبنانية ما عم تلتفت له، في كلكم بتعرفوا أنه نحن عملنا ضمان صحي للمتقاعدين، يعني قبل 2017 كان الواحد وقت بيوصل على سن 60-64 نعطيه تعويض نهاية خدمته ويبطل مضمون صحيا. هلأ من 2017 صار مضمون مدى الحياة، ولكن لنقدر نأمل هيدي التقديمات حطينا 3 نقط اشتراكات زيادة، نقطة على الأجير، نقطة على الدولة، ونقطة على صاحب العمل. صاحب العمل عم بقوم بواجباته، الأجير عم بقوم بواجباته، للأسف الدولة ما عم ترصد بالموازنة 1% اللي صارت تقريبا من 2017 أكثر من 300 مليار، وبالتالي هلأ بال 2022 في حوالي كمان 80 مليار يجب إضافتهم على الموازنة المرصودة. يعني بشكل عام اللي بحب أقوله نحن لازم تزيد لنا الدولة على 990 مليار 1317 مليار اللي هن موضوع 25% تنضرب بأربعة مش باثنين، وتحط لنا مساهمتنا بالضمان الصحي للمتقاعدين، وبالتالي يعني التوتال لازم يكون 2307. يعني في 1317 مليار مش راصديتهم الدولة للضمان الاجتماعي، وبالتالي هيدا إذا ما بترصدهم ما بيكون في إمكانية لنضرب تعريفاتنا مثل ما عملت للتعاونية وزارة الصحة ضربت لهم مساهماتهم بأربعة. طب ما بعرف أنا رياض برغش بس برغش أنا رأيي النواب والوزارة اللي أقروها أنه عم تشتغلوا تعملوا موازنة النواب اللي بدهم يمضوا على أخي شو بك تقولوا على غفلة كمان بكون في مثلا بيكونوا مثلا لا في شيء مريب يعني انت بالمؤسسه الوزراء كيف اقروها على غفله انا اللافت انه في مدير عام صحه مدير عام ضمان عم نحكي مدراء عامين بالدوله راس الاداره عم يقول هالحكي عن الدوله يعني الدوله من دارها من عصابات ما خاصه بالاداره يعني عم تحكي مدراء عامين عم يشكوا الدوله خلاص اللي عم بيكتب اللي عم بيعمل اللي عامل فزلكه الموازنه هيك اسمع فكره مش انه هي هيك بسموها مش فزلكه يعني هيك اسمها فزلكه الموازنه برغش احنا يعني انا بعد رايي يجيب شو اسمه هذا البيجن او شو حطك حطوهم بالسيارات امشوا بركي بتقتلونا فرد مره خي بتخلصوا منا لتخففوا مصاريف انا رايي تعملوا هيك ما هيك شايفيننا برغش
حط جيب هذا شو مواد كيماوية امشوا وقتلوا العالم فرد مرة قولوا ماتوا العالم قضاء وقدر مثل ما انه ما انتبهتوا بس اقريتوا الموازنة على غفلة كل شيء بيصير على غفلة خلصوا خلصوا منا خيي بتقللوا مصاريف عاملين انجازات قروا موازنة والله بتخلص مرة واحدة يا خيي بلا شو وجعة الراس والمش عارف شو خلينا نسمع اموال الاي ام اف صندوق النقد من صندوق النقد للدكتور كركي اخر فيديو للدكتور هلا طبعا مثل ما بتعرفوا الناس عندها اشكاليه كبيره بموضوع الدواء وبموضوع الاستشفاء لانه نحن بعدنا عم ندفع على سعر ال 1005 ان كان الدواء وتعريفاتنا بعدها للمستشفيات والاطباء على ال 1005 اللي عم بيصير عمليا انه المضمون عم يتحمل كل وزر السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية تبع الدولة اللي وصلتنا انه الدولار هلا 22 او 23 الف وكان قبل بفترة اكثر من 32 الف وبالتالي اذا الدولة اللبنانية ما بدها تتحرك ما بدها ترصد الاموال اللازمة للضمان فحيضل المضمون يدفع الفرق من جيبته وابعد من هيك في موضوع اللي اجونا من صندوق النقد الدولي الـ IMF الـ DTS إجا الكل بيعرف حوالي المليار و137 مليون دولار بدنا نعرف هودي لوين بدهم يتخصصوا ومين أفضل من الضمان الاجتماعي والقطاع الصحي إنه نرصد 100 أو 200 مليون دولار من هالأموال اللي إجت لحتى ندعم القطاع الصحي بلبنان لمدة 6 أشهر أو سنة أو سنتين وبالتالي في أمور كتيرة على الدولة اللبنانية إنه تعملها لحتى هالموازنة والمواد اللي لازم تنضاف عليها تقدر على الأقل نأمن استقرار اجتماعي يعني وقت ما في صحة وقت ما في تعويضات نهاية خدمة مثل ما لازم بالتأكيد ما في استقرار اجتماعي معي مدير عام تعاونيه الموظفين السيد يحيى خميس سيد يحيى وضعكم أفضل أو أسوأ من الضمان أحسن أحسن مساء الخير صنور عم بقول أول شيء التوصيف اللي انعمل ببداية الحلقة من أستاذ هادي بعتقد ما رح زيد عليه لأنه توصيف كافي والوضع فعلا هو وضع مأساوي وكارثي على مستوى الأمن الصحي للمواطنين اللبنانيين كافة فيما خص تعاونية الموظفين يعني نبلش نحكي إذا عن الموازنة إذا بدكم موازنة التعاونية الجزء الأكبر منها اسمه مساهمة الدولة في موازنة التعاونية يعني هذا الجزء اللي تخصص الدولة سنة 2021 كان نشوفه على الهواء هو عم يحكي 17 تفضل دكتور لنشوف المستند على الهواء اللي عم تشرح عنه حضرتك طول الموازنة بلا ما أرجع أعرضهم أنا بعدك تفضل أوكي. الأرقام 316 مليار و700 مليون كان المبلغ هذا المبلغ مقسم لثلاث أقسام بشكل أساسي الاستشفاء والمساعدات المرضية بما فيها طبعا أجور الأطباء والصور الشعاعية والمختبرات ومنح التعليم هاي الثلاث أجزاء الأساسية اللي بتركب منها هذا الرقم ما في شك أنه ارتفاع السعر الدولار الجنوني اللي عمليا صار حوالي 15 ضعف عم يقابله تعريفات ما زالت ان كان في الهيئات الضامنه كلها ومعظمها ولا بالتعاونيه تقريبا على 1005 نحن بآب عملنا دراسه بمنتصف السنه وشفنا انه فينا نزيد 70% على الاستشفاء وعلى الطبابي على الامراض المزمنه عفوا الامراض المزمنه نحن بنسددها 100% للمواطن نحن بنسلم الدواء بالتعاونيه بالكارانتينا عندنا قسم وعلى الادويه فاذا بدنا نلحق ارتفاع سعر الدولار يعني لازم الموازنه تنضرب ب 15 اوكي ولكن 15 ضعف ولكن بالتاكيد مش كل شيء زاد بهذه النسبه يعني بالاستشفاء مثل ما حكي الاستاذ هادي انه مش كل شيء زاد بنسبه مثل ما عم تحط احيانا وعم بتبالغ المستشفيات مين عم بيراقب المستشفيات هلا بعرف يمكن مش كيف عم تقدروا انتم يعني للمضمونين عندكم بالتعاونيه كيف عم تقدروا تتواصلوا مع المستشفيات لتحلوا هاي الفروقات الكبيره
يعني نحن أول شيء الرقابة على المستشفيات بالتعاونية بالتحديد رقابة مشددة من الأساس إن كان من خلال الأطباء أو من خلال دراسة الملفات. يعني نحن الملف الواحد بيمرق بكذا فلتر يوصل على التوقيع وصرف الأموال. وبالمناسبة يعني نحن بنصرف بشكل سريع ومنتظم أموال المستشفيات وأموال المنتسبين للتعاونية. فاليوم الوضع الحالي اللي قدرنا وصلنا له بهاي الموازنة هو 1500 مليار تقريباً بال 2022. ال 1500 مليار الجزء الأكبر منه رح يروح على الاستشفاء وعلى الأدوية أو المساعدات المرضية. تقريبا حوالي 650 مليار للاستشفاء و 650 مليار للأدوية وأجور الأطباء والمختبرات والصورة الشعاعية والأسنان إلى آخره. بالتأكيد هذا الأمر قديش بيغطوا هني أربع أضعاف ونص دكتور، قديش بيغطوا من الناس إذا في صار هالوضع، قديش بدهم يشملوا ناس هول هذا المبلغ؟ هذا المبلغ بيشمل المنتسبين عددهم 86 ألف تقريبا. أوكي. والمستفيدين يعني مع أهليهم مع عائلاتهم بيصير 366 ألف. وهون طالما عم نحكي بالأرقام بدك تسمحوا لي هيك مرة فكرة. تفضل. للأسف عندنا مشكلة مع الأرقام بلبنان، عندنا مشكلة كبيرة، وإذا عندك أنت رقم منطلق منه خاطئ ما راح توصل لنتيجة صحيحة. يعني شوف عدد الشعب اللبناني، يعني المواطنين اللبنانيين أو حاملين الجنسية اللبنانية، ما في رام. طب حدا في قلنا ما في دولة ما عندها إحصاء، ما عندها عنوان لمواطن. هلا هذا مشكل أكبر. طب اليوم مشكل تاني. اليوم الأستاذ فادي حكي عن 60% تغطية لللبنانيين من قبل وزارة الصحة. طب قد ايه عددهم هاو؟ الأستاذ كركي حكي عن الصديق والزميل والأستاذ فادي كمان 1,400,000 مليون و400. طيب هو مع بعضهم صاروا اكثر من 4 ملايين. طيب وين بين وين القوى العسكريه وين في مشكل عنا؟ يعني ما فيك تخطط انت وترسم سياسه اذا ما عندك. سؤال اخير، كانوا 210 مليون دولار تقريبا صح؟ صرنا هلا تحت ال 100 مليون دولار. صحيح. اليوم نحن 75 مليون دولار تقريبا. بهول 75 مليون بدنا نشتغل. يعني لايك يا أما بتحط شو بدك وبتروح تجيب أمن مصاري، يا أما بتشوف شو عطينا. بس قصدي الناس أمام أمر واقع صحتهم، يعني لازم يتحرك الناس هي تشوف شو بتعمل مع هيدي السلطة. نحن بالنسبة لنا كتعاونية نحن رح نقدر نزيد نسبة الاستشفاء بما يقارب الخمس أو ست أضعاف، ونفس الشيء بموضوع الأدوية أو المساعدات المرضية. طب بس هو أستاذ سؤال بس هون، ليش المستشفيات بحالاتكم بعدها عم تاخد فرق؟ ولا يعني أنت عم تقولي في رقابة كبيرة عليهم، بس أنا بحسب ما عم بسمع بعضهم عم ياخد ما هو فرق. المشكلة أستاذ رياض، خلينا كمان يعني بدي يكون واقعي أنا ومنطقي بكلامي. نحن عارفين كلنا معترفين أنه التعريفات اللي عندنا بالهيئات الضامنة صارت قليلة جدا. صحيح. لانه عارفين انه المستشفيات كمان عم تتكبد تكاليف كبيره، بس تعريفتهم هن عاليه جدا كمان. ولكن المشكل الكبير انه هناك مبالغه كبيره في المستشفيات. مستشفيات الى 50 سنه 60 سنه ما بعرف بتربح وبتطور وبتجيب وبتجهز والى اخره، وبزمن القحط ما فيها بتحمل مسؤوليه. ما فيها اليوم بهذا الوضع الاستثنائي تقعد تقول أنا بدي ظلني مثل ما كنت عايشة، بدي ظلني عايش. بدها تتحمل جزء من الهم اللي عم يعانوا منه المواطن. اثنين، خليني بس شوية أرقام، بس أرقام حقيقية وموجودة عندي ومستعد أسلمكم إياها. كلفة الحالة الصحية استشفائيا على التعاونية كانت تكون 2,200,000 تقريبا، يعني ما يقارب 1500 دولار. إذا 1500 دولار هي الحالة الاستشفائية الوحدة، مش نسبة مفهوم شو بندفع
على المنتسب ولا على، يعني عندنا بفوت حوالي 40,000 حالة، 42,000 حالة بالسنة، هودي كلفتهم على 1,200,000 معدل وسطي. أوكي معدل وسطي حوالي 1500 دولار. كنا عم نقول إنه مشكل شيء زاد صح بهذه النسبة. خليني أقول أنا 70 أو 60-70%، يعني ماكسيموم لازم نوصل للألف دولار. ألف دولار يعني 20 مليون. المستشفيات لما يفوت مريض عليها قبل ما يدخلوه يقولوا له شباك على المرحبا 20 مليون، 30-40 مليون. يعني ديبوزيت بده يحط 40-50 مليون 30 مليون. تخيل شو عملت له بعد؟ شو عرفك انه بده يكلف هيك؟ فاذا في تعاطي من قبل المستشفيات بشكل شبه عشوائي. انا بدون تجني عم بحكي ومستعد واجه بالارقام وبالمعطيات وبالمنطق. ممكن يكون هذا موضوع متابع على وياكم، ممكن يكون هذا موضوع متابع عنه. انا المازوت اللي كلهم عم يحكوا عنه صحيح. مين بينكر انه المازوت طلع بشكل جنوني؟ ولكن ما فيكم تحملوا الفاتوره، فاتوره مريض تحملوه 20 اذا قعد شهر بالمستشفى تحملوك اليوم 1,000,000 ليرة مزوط. ما افترضوا انتوا واحد عنده بيت ومشترك بموتير، افترضوا موتيركم بالمستشفى عاطي اشتراك لهالمريض بيطلع عليه 30 مليون بالشهر. مفهوم. في شغلات بدها تتحدد. وهون انا بدي اختم اذا اخر سؤال هيدا. ايه اكيد يا ريت، لانه بس وادهم بدي اختم انه نحن عندنا من احلى المستشفيات كتجهيزات، كجهاز بشري، كجهاز تمريضي، كفاءات عالية، ولكن للأسف هناك ضرورة لإعادة النظر بالسياسة الصحية برمتها، بالرقابة، بالرعاية الأولية، بتوحيد تعريفات الهيئات الضامنة. إذا مش قررين اليوم نوحدها كهيئات ضامنة وحدة تكون، خلينا نوحد التعريفات تبعها، مش كل واحد مثل ما بده. في شيء اسمه لا عداله ولا مساواه بين اللبنانيين، يعني مثل ما كمان انحكى انه غير المضمون احسن صار وضعه افضل من المضمون اللي عم يدفع نسبه من راتبه للهيئه. وضحت فكره سيد يحيى. انا بدي اتشكرك. بدي تسمحوا لي بعد بكلمه صغيره. يلا تفضل. المستشفيات يجب ان يكون هناك عليها رقابه. صحيح. وتشدد وتشدد في الإجراءات. صحيح. ما نخاف ناخذ. أنا ما عندي الصلاحية سكر مستشفى. بس إذا كان في ضرورة مفترض نسحب رخصة من مستشفى ونشوف. بس نسحب مرة بيتربوا الكل. يلا هذا إذا كان في نية بهذا الشيء. على كل أنا بتشكرك سيد يحيى على هذه المداخلة. نحن الوقت دهمنا كتير وفوتكم معنا زميلي ليال بموسى في إطلالتها الأخيرة قبل أن تخوض غمار الانتخابات النيابية. فمزعلينا نحن هلأ. بس هذه المفروض يكون عندنا بعد فقرة أخيرة بس نستعرض من خلالها، يعني بظل هذا التقشف الصحي شو يعني استمروا بالنفقات شو بنسميها بلا طعمة. ما بعرف هات لنشوف، يعني ما مش بالضرورة بلا طعمة، يعني بس إنه مقارنة بالصحة. خلونا نشوف الفيديو الأخير ونرجع لعندي على اللاب. الفيديو الأخير. أوكي الفيديو الأخير. الاحتياطي كان 9,410 مليار، هلا حاطينه حوالي 7,000 مليار، يعني خفضوه 2,400 مليار. طيب ما بحياتها الدولة اللبنانية حطت أكثر من 3% من إجمالي الموازنة كاحتياطي. اليوم بالموازنة القديمة وقت 9,400 وصل ل 17%، وبالتالي ممكن تخفيض هذا الاحتياطي وزيادة الاعتمادات المخصصة للاستشفاء. يعملوا الاحتياطي لمواجهة انخفاض سعر صرف الليرة وارتفاع سعر الدولار، وهذا ما جاء في فضلكة الموازنة. هيك بصريح العبارة هيئات هذه اللي صرنا بنحكي فيها أكثر من 20 سنة. يا أخي هاي الهيئات التي لا تتوخى الربح، ليش أنت بدك تحط لها 413 مليار؟ يعني 413 مليار يعني ربع النفقات المخصصة للصحة وللاستشفاء. الدعم فوائد القروض
طيب هذه كل سنة بحطونها، هلا كانت 90 مليار، السنوات السابقة كانت فوق 100 مليار، هلا خفضوها 70 مليار. طيب نحن بدنا نقول هاي فوائد القروض من يستفيد منها؟ عندك صناديق، صناديق كلها، صندوق المهجرين وصندوق مجلس الجنوب والمجلس الانماء والاعمار، هي عم ندفع عليها حوالي، وغيرها من الهيئات عم ندفع عليها حوالي 500 مليار. هول ست بنود اللي عم اقول لك اياهم، هودي حوالي 12472 مليار. نسبة للتغطية الصحية ايش بيطلعوا؟ قد التغطية الصحية حوالي على حوالي 5 مرات. نسبة اللي زايدينهم قد التغطية الصحية على 5 مرات. شو خلينا نشوف بالجدول اللي عندي سريعا، لانه ليال فيناش نزعلها بما انه اخذ حقها. زعلناها وخلصنا. بدي اشوف نشوف، خذوا من عند عندي على اللابتوب لو سمحتوا شباب. وزارة الصحة 2900 مليار حاطين، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 1200 وشوي مليار، اشتراكات الدولة بتعاونية الموظفين 1500 تقريبا، فوائد على القروض 4800، ليك قديش طلع؟ يعني انشاءات اخرى للمجالس والصناديق 1400 مليار. هول الصناديق اللي يعني صندوق الجنوب والمهجرين و يفضل تسكرناهم، صناديق المزاريب. نفقات الاحتياطي الموازنه هذا المريب 7 مليار حاطين احتياطي موازنه. عاده ما بتعرف شو بصير، انه شو بصير حطوهم بالصحه، يعني شو بده يصير اكثر من الصحه اللي مش مأمنة، شو بصير معهم؟ عندنا دعم المحروقات 600 مليار، وعندنا مساهمات لغير القطاع العام للجمعيات والمؤسسات اللي هو 584 مليار. اذا بدك رياض نستعرض بس مجموعه من الجمعيات اللي ماخذه، يعني من بين المركز الوطني للتنمية والتأهيل، جمعيات الحركة الاجتماعية، مؤسسة الشهيد، جمعية جاد، دار الصداقة. هلا فيهم يكون جمعيات بتشتغل وجمعيات ما بتشتغل، بس انه بلد مفلس، يعني مثل اللي قاعد بلا اكل وعم ساعد جاره، انه طيب انه العالم بلا تغطية صحية يعني. وفيهم جمعيات يمكن لنساء سياسيين وغير ذلك. هلا ما بدي اظلم الكل، فيهم الصليب الاحمر بيشتغل، فيهم كثير بيشتغلوا، بس هلا الدولة بدها تيجي تساعدهم؟ قادرين عم نتعامل معنا على انك انت دولة مفلسه، قاعدين العالم على ابواب المستشفيات وانتم دايرين مساعدات ودعم محروقات، دعم محروقات مش عم بعرف مين عم يشوف، مين حيشوفوا هيدا الدعم. على كل خلصنا نحن هذه، هلا بعرف سلقناها سلق الفقره بس هذا المقطع، يعني كان مفروض نحن محضرين شغل اكثر، بس ضيق الوقت شو بدنا نعمل، وقت عم يدهمنا هلا فقره مرشحتنا يعني. مرشحتنا يعني رح ندفش على الاخبار عموما. بعد الفاصل سنكون مع زميله ليال بوموسى التي سنستعرض معها وسنكتشف معها كيف تحولت مياه الصرف الصحي الى يعني ري المزروعات في البترون وإعاد. نلقاكم بعد فاصل قصير. نعود إلى هذه الحلقة من يسقط حكم الفاسد، في الفقرة الأخيرة، وصارت معي الزميلة ليال بوموسى حتى نستعرض معها المشكل التي تعاني منها منطقة إعاد والبترون بما يتعلق بموضوع الصرف الصحي. تفضلي ليال. مساء الخير رياض، ومساء الخير للمشاهدين. يعني طبعا هيدي مشكلة الصرف الصحي منا مقتصرة على إعاد ببعلبك ولا مقتصرة على البترون بالشمال، إنما هي للأسف على كل المناطق اللبنانية. هيدي المعاناة يلي تعممت وخصوصي بالفترة الأخيرة، إن كان عم نحكي عن محطات تكرير ما عم تشتغل، وإن كان عن محطات ضخ أيضا توقفت عن العمل بسبب عدم توافر مادة المازوت وعدم توافر المال. وهيدا الموضوع يلي عم بيأثر مباشرة مثل ما شفنا بالفقرة الأولى عم ينحكى عن الأزمة الصحية والتغطية الصحية، ولكن هيدا ضرر صحي وضرر بيئي أيضا وخطير جدا جدا. يعني عم نحكي عن مجزرة بيئية ومجزرة صحية، وما في حدا أبدا، كلهم دايرين للأسف الدينة الطرشة. خلينا نشوف هيدا التقرير لحتى تشوفوا شو عم نحكي. رح ناخد مثلين اليوم يلي هن مثل إعاد ببعلبك وأيضا البترون بالشمال. خلينا نحضر التقرير سوا. منذ إنشاء محطة إعاد لتكرير مياه الصرف الصحي عام 2008 وهي مصدر للروائح الكريهة في قرى قضاء بعلبك، لكن الأخطر هو ري المزروعات بالمياه الآسنة. وما
مدرسة الراهبات اللي فيها حوالي 400-500 طالب هونيك، شفتها كيف حدودها، ما عاد فيهم يعني طلاب تلاميذ. اوقات بيوصل بالصيف وقت تكون في حراره قويه بيختنقوا من هذا من الريحه، يعني ما عاد بيقدروا يقعدوا، بيضطروا الراهبات يفرلون على بيوتهم تمشين تتخف الروائح الكريهه. عشرات الاعتصامات نفذها أهالي دير الأحمر وإيعات وشليفة وابتدعي منذ أكثر من 10 سنوات، وناشدوا المعنيين قولا وكتابة من دون أي آذان صاغية. هوني كان على حدود الكنيسة عاملين براج، عاملين السحاد مشان ما يخلوا المي تقطع لعندهم. عن وين عن تغمر؟ عن تغمر أراضي زراعية بسهل دير الأحمر. نحن مشان ما يصير في خلافات بين دير الأحمر والكنيسة تركين الأمور مثل ما هي، تنشوف لربا تجي شي جهة شي حدا مسؤول يعالج هالملف بالشكل اللي لازم يتعالج فيه، بس مع الأسف ما في شي. وكما في إيعات كذلك في البترون، وبسبب عدم توافر المال والمازوت أوقفت محطتا ضخ الصرف الصحي في البترون والهري، وفاضت المجارير على الطرقات قبل أن تعود وتحول إلى البحر بلا أي معالجة. هيدي مجارير البترون الواقعة تحت الطريق اللي بتمرق عبر أساطير منطقة البلاغيلة، في محطة هونيك بتسحب المجارير مية المجارير بتحطها بالخط الرئيسي رايحة محطة التكرير الرئيسية بسلعاتها. هيدي المحطة وقفت لأنه ما في مازوت يدوروا المولات ويشغلوا الترمبات، لذلك طلعت مية المجارير أولا على المينا من بعض الرجانات وتلت منطقة المينا بعدة موانع. فأين المعنيون من هذه المجزرة البيئية والصحية؟ إذن رياض باختصار يلي شفناه بهيدا التقرير هو بإعاد ببعلبك عم نشوف ري المزروعات بمياه الصرف الصحي، وطبعا الروايح يلي هي منذ 2008 حتى اليوم مستمرة، وبالبترون شفنا أنه بسبب وقف كل المضخات والتوقف عن العمل عم نشوف الصرف الصحي صار رايح على البحر مباشرة، وهيدا الشيء اللي أكدوه كل المعنيين بالدولة، ولكن ما عندهم حل لأنه ما في مصاري. عمره ما حدا يسبح، عمره ما يكون في صحة، ولا عم نحكي عن بيئة لا سمكية ولا غيرها. كل هيدي الثروة اللي معروفة فيها البترون هي مهددة اليوم، بعدنا قادرين نعمل شيء. لهيك نحن اليوم عم نطلق هيدي الصرخة، إن كان كرمال بعلبك وإن كان كرمال البترون، وأيضا كل المناطق اللبنانية رح نتابعها. نرجع يعني طبعا فريق يسكت حكم الفاسد والوحدة الاستقصائية بيكونوا عم بيتابعوا بكذا منطقة أخرى. مبسوط إنك مرتاح مني. ها لا يا عم، خلينا نشوف مخرج لو سمحت اللابتوب لحتى نكون عم فرجيكم باختصار بس عن إيعات، لأنه ما بقى معنا كتير وقت. منشوف إنه حضرة محافظ بعلبك الهرمل، هيدا الكتاب يعني هيدا الكتاب في منه كذا كتاب من 2012-13 لحديت 2020. رح نفرجي كتاب واحد بيشوف سعادة المحافظ بصفتكم الرئيس الأعلى لكافة الوحدات إدارية إلى آخره، وبعيدا عن مرأى وسائل الإعلام التي قد تسيء إلى سمعة ونظافة المحاصيل الزراعية في سهل بعلبك، نناشدكم التدخل المباشر لإيجاد حل ومعالجة سريعة لهذه المشكلة البيئية من كف هيدي ب2-2-2020. إذن كل الملاكين والمزارعين المتضررين والتعاونيات الزراعية بإيعات شليفة بتدعي دير الأحمر والكنيسة ببعلبك، شو عم بيقولوا؟ عم بيقولوا أنه نحن بعيدا عن الإعلام عم نخبرك يا محافظ أنه شو فيك تعمل لحتى تحمينا صحيا وتحمينا بيئيا لحتى ما نضر بصيت الزراعة في هذه المناطق يعني كلها. نحن ما بدنا نضر كإعلام بهذا الصيت، ولكن من 2-2-2020 لليوم 3-2022
شو عملت يا حضرة المحافظ الكريم وكل المعنيين بهذه الدولة اللبنانية؟ شو عملتوا بعد المشكلة على حالة؟ وشفنا بالتقرير لأنه هذا التقرير مصور عن جديد، شو قدرتوا تعملوا؟ ما قدرتوا عملتوا شيء. للأسف دائما نحن ما منحب نكون عم نسيء لحدا، نحن عرفنا أنه هيدي الورطة صايرة وهيدي المصيبة صايرة والمجزرة الصحية صايرة منذ سنوات، ما بقى فينا إلا ما نحكي فيها على الإعلام. لعله بتستحوا وبترجعوا، لعله بتستحوا وبترجعوا بتعملوا أي شيء. بما خص البترون، شفنا مثل ما قلت أنا محطة الضخ اللي هي توقفت عن العمل والصرف الصحي على البحر، لحتى ما ناخد كتير وقت، مباشرة معي المتعهد جوني كيروز، وأنا بدي أشكره أنه وافق يطلع معنا بهيدا الاتصال لحتى يكون عم بيحكي مباشرة على الهواء كل تفاصيل هذه القضية. يعطيك العافية. طيب مساء الخير أستاذ. مساء الخير ويعطيك ألف عافية. الله يعافيك. أنا بدي استفسر منك هيك سريعا بس، خبر المشاهدين بكل وضوح لو سمحت، كيف الصرف الصحي وكل المجارير عم بتروح مباشرة على البحر بالبترون؟ حضرتك المتعهد يلي لك علاقة بمحطات الضخ، صحيح؟ صح. إذا بتعطيني دقيقة أو نص دقيقتين بشرح لك كل الموضوع من أوله لآخره. الهواء لك، تفضل. نحن أول شيء بدي أعطيكي فكرة عن شبكة المجرير بالبترون والضيعة اللي بتخدمها. نحن لأنه نحن بلشنا المشروع، نحن ركبنا الشبكات، طول الشبكات إذا بدك نحن منافسين بحدود 100 كيلومتر شبكات و1300 وصلة منزلية بالإطار في لست محطات اللي هلا نحن عم نحكي عليهم وهن موضوع المشكلة. إذا بدي في أربع محطات مباشرة على البحر، وفي اثنين بعبرين اللي هي منطقة على بوسط البترون. نحن هاي المنظومة بتخدم إشمالا، بتجيب المجرية تبع سبع ضياع بالإضافة لمدينة البترون. هلا نحن وقت اللي خلصنا وقت اللي خلصنا المشروع المد والمحطات، شغلنا المحطات خلال ثلاث اشهر بفتره تجريبيه، فكان صار في استلام مؤقت بسموه، بشوفوا انه المحطات مشيت، بيرجعوا عطونا كونترا على سنه مشان يلي هي اذا بدك هيدي الفتره ضمانه. يعني نحن كل المشروع من النوع بده سنه ليتاكدوا انه كل شيء ماشي. هالفتره السنه عطونا اياها بكونترا تشغيل. هذا الكونترا بينتهي كان بال 2020. من ال 2020 خلص الكونترا، بيرجع بيطلب منا مجلس المياه والعمار انه كفوا الشغل، لانه مبدئيا مصلحه مياه لبنان الشمالي ما قبلت تستلم، وعم ننسق مع مصلحه المياه مشان تستلموا هالمحطات. على اساس انه ست اشهر تنشوف شو بدنا نعمل. صار ست اشهر، كل ما نوصل على ست اشهر اللي عم يتعوا يستلموا هالمحطات يرجع مجلس المياه والعمار يعطينا يودي لنا مكتوب بمتابعه العمل. صيفيه الماضي باولها يعني باول 2020 صار في اجتماع مع رئيس المجلس، معالي الوزير ميشيل غجر، وزير الماليه بوقتها غازي وزني، وانطرح الموضوع. وكنا مش ان احنا بس كبترون، لانه في المشكله بعده مناطق. صحيح. ذات الشيء عده مناطق يعني استاذ، بس الضخ ما عم تشتغل. صح. بس استاذ لانه انا اعطيتك شويه وقت لحتى تفسر كل النقاط مثل ما عم بتقول، وهيدا حقك، ولكن بمحل معين اليوم صارت الصرف الصحي صار كله بالبحر. يعني اذا فينا يعني كرمال ما يفكرونا عم نزيدها، نحن زدنا لا بحرف لا على لا هيدا لا الموضوع. رح اوصل لك على الموضوع اللي عم تقليه. بس انا بس اذا بتسمح لي، بس اذا فهمت منك يعني انتم عم تطالبوا بمصلحه مياه الشمال انه يستلموا، هن عم يرفضوا يستلموا؟ نحن ما عم نطالب، نحن مع حقنا نطالب. نحن اللي عم نقوله انه نحن ما بقى فينا نكفي، تعوا لانه استلموا اشمالا. مضبوط. نحن اشمالا اللي بيصير، نحن وقت اللي بيخلص العقد تبعنا مجلس المياه والعمار بيسلمها لمصلحة مياه لبنان الشمالي وهي أوكي. بتكفي، ما حدا عم بيستلمها. عم بيصير في مكاتب من بين المجلس وبين وزارة الطاقة ووزارة كل شيء، ما حدا إذا بدك ما عم بيكون عندنا جواب. وضحت الفكرة. الشغلة الوحيدة اللي عم بتصير إنه المجلس كفوا، دلينا الحديد
2021 عم نتابع، رغم انه ما عندنا صيانه الدوريه، ما عندنا، ما عم يدفعوا لنا ميزوت، ما عم يدفعوا لنا شيء. طيب يعني ما صار اذا بال 2021 طلبنا منه بال 2022 قلنا نحن رح نتوقف، ما بقى فينا نمول. بس رغم كل هذا وكله نحن وقت عم تيجي الكهرباء العاديه عم نمشي، بس كهرباء العادية إذا المنظومة كلها ما اشتغلت بدل في يعني ديستورشن، يعني أنا ما فيني كبنا محطة لمحطة والثانية محطة ما يكون فيها يعني كهرباء. كمان بالمشاريع صار في دولة واشتراك، صار في منظومة كمان، صار في دولة واشتراك. أوكي طيب بدي أشكرك سيد جوني كيروز مقاول مكتب حميد كيروز المسؤول عن محطات أو الشركة المتعهدة لمحطة التكرير في البترون. معي على الهاتف السيد منوجات السيد ناصر ياسين وزير البيئة. طيب هو مفروض يكون معنا سريعا يعني وزير البيئة لنسأله ليش يعني مصلحة مياه لبنان الشمالي ما بتتسلم من المحطات، يعني بركي هو موقعه كوزارة بيقدر يحكي يمون على وزارة شو اسمه مجلس مياه والأعمار انه إذا هي. إذا الرواية اللي عم بقولها السيد كيروز صحيحة أنا ما عندي جواب صراحة. هو دائما لما مجلس الماء والأعمار عم بيعطي هيدا التعهد لازم بعدين ترجع تستلمها مصلحة المياه صحيح. ولكن عم بيصير في رفض لأنه كمان بسبب أنه منا قادرين نستلمها. آخر شيء منا قادرين، كل حدا بيقول مني قادر استلم، ما معي مصاري كافي، خليك أنت عم تدفع. وصلنا على الأزمة الاقتصادية، بطلت الدولة تدفع ولا أي ليرة، وصلنا لمحال وين صاروا صار المياه المجارير بالبحر، وهيدي الأزمة الحقيقية. لأنه من وقت ما بلشت تشتغل لحتى نقول بيئات عم بتروح على عم تفوض على السهل وعم تروح على المزارعين، بس في مشكل بمحطات التكرير. بدنا نقول شغلة كمان رياض كتير مهمة، لما كنا نحكي عن شركات الإسمنت وشركات غيرها يلي عم بتضر بالصحة العامة كانوا يقولوا لنا ما تحكوا عن الموضوع في عمال، هون ما فينا نحن كمان نسكر هيدي الشركات ونأذي العمال. لما صارت القصة على محطات التكرير مثلا محطة التكرير شكا وصل عطا، هن مهددين بالإقفال التام وإنه يروحوا كذا عيلة ومئات العيال تروح على البيت، ما حدا فرقاني معه. ليه؟ لأنه هذا الموضوع ما في ربح وما في سياسيين مشاركين بالأرباح، عم بتروح الصرف الصحي صار على البحر والبيئة بخطر، ما فرقاني معهم البيئة بخطر. معي وزير البيئة السيد ناصر ياسين. سيد ناصر ممكن مون عليك تحكي مع مجلس الماء والأعمار يحكيهم مشان يعني مصلحة مياه لبنان الشمالي تستلم محطات التكرير. مساء النور. مساء النور. مساء الخير، كيف حالكم؟ لا اكيد عم نحكي اليوم كان في اجتماع مع الاعمار ومع وزاره الطاقه. هلا نحن ما عندنا دور مباشر بهذه، انا بعرف عشان قلت لك فينا نقول عليه. نحن اكيد اكيد لا نحن اكيد يعني بهمنا هذا الموضوع، وهو يا ريت بس مثل ما تفضل التيار بيكون بس اعاده البترول. للاسف كل البحار والانهر عندها مبوءه، يعني شو بدي شو بدك تحكي بتحكي. هذه المنظومات الصرف الصحي كلها متعثره، وهي تاريخيا لم تنجح يعني وزاره الطاقه والماء ولا الادارات بوضع نظام اداره وحوكمه جيد لمنظومات الصرف الصحي بالبلد. يعني حتى اللي طاني هو مثال واضح على الفشل في إدارة هذه المنظومات، ومثل ما بتعرف يعني بإيطاليا عم نعاني هلأ للحفاظ على ما تبقى من هذا النهر، وأكيد كل الأنهر الأخرى 40 نهر بلبنان أستاذ رياض كلهم ملوثين في تلوث بيولوجي، وأكيد في تلوث كيميائي. بدي أضيف عليها حتى الأنظمة اللي بنيت يعني والمخططات التوجيهية اللي انحطت سابقا كانت يعني بي منذ التسعينات الى الفتره الماضيه كانت يا نعمل شبكات، نعمل محطات بعض الاحيان بدون شبكات، احيانا شبكات لم تستكمل، وبصير في خلط بالصرف الصحي مع مياه الانهار مع حتى المصانع كله بيختلط ببعضه، وهذا كمان بيفاقم من عمليه التلوث. هلا الوضع الحالي هو وضع مالي واداري، ومؤسسات المياه لم تستلم هذه المنشات، والإنماء والأعمار كمان يعني عم بيكملها بحكم أنه هو بلش فيها، يعني هو كلفت الحكومات السابقة بإنشاء هذه المؤسسة. بس عفوا على السؤال الأول، بس يعني البترون منطقة سياحية مثل ما كلنا بنعرف، ما في إمكانية يصير في تعاون بين البلدية أو أي حدا بس لا يعني أنه في محطة بس تتشغل كرمال ما تنكب المشاريع بالبحر؟ البلدية عم بتجرب مثل ما أنا تابعت، عم بتجرب البلدية تدفع شوي بس ما قادرة تغطي كل الوقت، يعني لأنه هيدا الدولة اللبنانية بمحل لازم تخصص يعني بمصاري طاقة، موضوع طاقة مزود تقدر يتم توفير مزود.
بس هو بمكان معين، بمكان معين اذا نحكي لمركزيه اداريه، هل هي مؤسسات المياه هي مؤسسات لا مركزيه على مستوى المناطق؟ صح صح. ولازم تتعاون مع البلديات. هلا ببعض ما تسمى منظومات الصرف الصحي ببعض المناطق عم تتعاون البلديات مع مؤسسات المياه وعم بيقدروا يديروها، يعني مثلا بشمال بشري هيدا الموضوع عم بيمشي لانه محطات اصغر ببعض المحلات، حتى في القاع الغربي بمنطقه الارعون او عين تنين كمان البلديات عم بتعاونوا مع مؤسسه المي وعم بيديروها لانه اصغر. بس ولكن هذه المحطات الموجودة محطات كبيرة، بس مش عذر أنه توقف. يعني بالنهاية نحن الضرر الصحي والضرر البيئي والتدهور اللي بده يحصل من وراء كل هذه المنظومات الصرف الصحي عم بتكب للأسف هذا التلوث بالأنهر وبالبحر، كمان تداعياته الصحية والبيئية أما قليلة لاحقا. نعم حضرة الوزير، بس لو سمحت لضيق الوقت لحتى بس ناخذ منك تعهد بمحل أنه في اليوم الحكومة وحضرتك وزير بيئة والبيئة بخطر، في أولوية أكثر من هذه الأولوية اللي هي الصرف الصحي عم بينرمى وصحتنا والخطر كله اللي بعد ما تبقى من بيئتنا اليوم عم بيحتضر، في أولوية أكثر من هيدي الأولوية برأيك؟ لا أبدا، ما في يعني أولوية حماية الصحة العامة وحماية البيئة أكيد أولوية كبرى ولازم نناقشها، بس كمان يعني الظروف المالية عم بتكون جدا ضاغطة، بس مش عذر، لازم نلاقي طرق معينة. في بعض المانحين عم بيشتغلوا لدعم، بس بده يكون في وعد مؤسسات المياه لإدارتها بعد ما يستلموها. هلا بزحلة نجحنا، يعني وزارة الطاقة نجحت مع السفارة الإيطالية يقدروا ياخذوا تمويل مع البلدية زحلة ليدعموا المحطة بزحلة تضل تشتغل لسنتين أو لسنة القاضي، بس في وعد أنه بعدين مؤسسة المياه بقاعدة تستلمها، وهذا هو إذا بدك اللي لازم نشتغل عليه. هلا في شيء اسمه عملية يعني إعادة استرداد كلفة إدارة هذه الميثاقات مش موجودة بإدارة مؤسسات المي، يعني قديش بدها تشرج، بالنهاية بتوصل لمحل معين بده يصير في رسم معين منه كثير مرتفع، يعني ما بده يزيد ضغط على الناس أبدا، بس بمكان ما بده يصير في رسوم معينة لإدارة هذه المحطات مثل ما بصير رسوم مياه. إيه حسب ما فهمت هو المفروض المصالح يعني لإدارة هذه المحطات يكون في مثل اعتمادات مالية ممكن يكون من خلال رسوم معينة بتنحط ترتبط بهذا الموضوع مثلا. تماما هيك، بس هيدا النظام الرسوم يعني نظام التعريفي بعده مش موجود للصرف الصحي، يعني بعده ما بيعرف. بس يا سيد يعني ليش اللي بحسهم دائما يعني بيتفاجئوا يا سيد ناصر بهيك قصص؟ يعني ليه بحس الجو انه هن مقصد بيتركوا الموضوع لهون لاخر شيء ونجي لجهه مانحه نقول لها بليز مولونا المشروع؟ يعني بقصد هذه المفروض تكون خطط معموله وينتبهوا انه في محطات بنوها واكيد ليستلموها لازم يدربوا كادر بشري ولازم يحطوا تعرفه كرمال يقدر يمولوا تشغيلها، ولا انا غلطان؟ تماما، هذا الموضوع إدارة هذه المحطات يعني تاريخيا ما كان موجود بطريقة تنظيم مؤسسات المياه، يعني مؤسسات المي لما تنظمت تاريخيا هي بتأمن مي بتحط التعرفة على المي. اجوا الأخير خبرك اياها بكل بساطة، يعني اجوا المانحين صاروا يقولوا لازم نعمل الصرف الصحي، مضبوط فقنا عم بحكيك يعني تاريخيا منذ عقود، صرنا نضيف محطات من دون ما يكون عندنا شبكات، والسياسة لعبت دورة هون، يعني بتذكر بالقاع الغربي كانوا يبنوا بعض الأماكن نص شبكة ومثل نص ضايعة بلا شبكة ومحطة بلا شبكات وشبكات مش مكتملة، وهذا كله كان له علاقة بالسياسة أنه عم نشرجي عم بيصير شغل معين، ما صار في تركيز ضمن عمل مؤسسات المي روح على نظام التعرفة، يعني التعرف ريجيم بتحط تعرفة على هذا الموضوع 100%. أكيد طبعا. بس ما بتكون كمان هلا وضع الناس صعب، يعني ما في صحيح مفهوم مش وقت نحط ضرائب زيادة صحيح، بس لتنطلق أنت خلال سنوات القادمة لتدير هذه المحطات واستدامتها ما بتمشي إلا إلا تخصص لتعرفة مخصصة لها. أنا بدي أشكرك سيد ناصر ياسين على هذه المداخلة لهون. موضوع أنه انسى وكب البحر هيك عملوا بالصرف الصحي. لا هن دائما بيتفاجئوا بالاخر بانه طبعا مش عم نحكي عنه السيد ناصر لا لا بس بالنهايه كمان لازم يعمل شيء اكيد. هلا بيتفاجئوا اخر شيء بنعيط نجرج نشحد نبلش نقول يا دول ما انحطوا شوفوا كيف بدنا نشغل هالمحطات يلي نحن عملناها بتمويل منكم او بقروض منكم بصرف النصر. عموما انا يعني لهون بكون وصلنا لنهايه الحلقه. زميلي ليال بدنا نودعك، نحن انت مفروض
من بكرة تصيري مرشحة رسميا على الانتخابات بالبترون. إذا ربحتي بنكسبك بالبرلمان بس بنخسرك بالبرنامج، وإذا خسرتك بنكسبك بالبرنامج بس بنخسرك بالبرلمان. بس وين وين سيتويشن بالنسبة لألا. وأنا لإلي وين وين تعرف ليه؟ لأنه رح يبقى العنوان ليسقط يسقط حكم الفاسد. ما عندي شك. إذا نلقاكم في الحلقة القادمة.